مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في أخبار الرابعة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي. والبداية بأبرز العناوين. الإمارات تعلن نجاح وساطتها في تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان. مقتل العشرات في صنعاء اليمنية من جراء التدافع للحصول على مساعدات العيد. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالتطورات المتصلة بالأزمة السودانية، حيث أعلنت دولة الإمارات نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم. وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين. وذكرت وزارتا الخارجية في كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي. وأكدت الوزارتان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال. وكان الجيش السوداني ليلة أمس أعلن عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية بعد احتجازهم في مطار مروي على أيدي قوات الدعم السريع. ذكرت القوات المسلحة السودانية أن وجود هذه الأطقم التي تتبع القوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين. هذا وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق في الخرطوم وأم درمان بعد الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة خلال الساعتين الماضيتين. وفجع أهل الخرطوم بأصوات المدافع والرصاص مع ساعات الفجر الأولى جهة القيادة العامة والمطار الذي لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد منه بعد انفجار سمع هناك مساء أمس. وقال عدد من شهود العيان بمنطقة أبو سعد بمدينة أم درمان أن أصوات الرصاص والمدافع هزت منازلهم، بينما شهدت منطقة القيادة العامة إطلاق نار وأصوات مدافع متقطعة. ويأتي ذلك في ظل هدنة وافق الطرفان الجيش السوداني والدعم السريع على التقيد بها بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة تنتهي في 6 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. إلى اليمن، حيث ذكرت وسائل أعلام في وقت مبكر اليوم أن ما لا يقل عن 78 شخصا قتلوا في حادث تدافع في صنعاء عندما تجمع المئات في مدرسة لتلقي مساعدة مالية. وقالت مصادر في صنعاء أن التدافع وقع خلال توزيع بعض التجار لمساعدات مالية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر. وقال شهود عيان مشاركين في جهود الإنقاذ لوكالة رويترز إن المئات تدافعوا إلى داخل مدرسة لتلقي المساعدات البالغة 5000 ريال يمني أو نحو 9 دولارات للشخص. وضمن الجهود المستمرة في اليمن، قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية وغذائية خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها أكثر من 40,000 يمني، كما تم تقديم أكثر من 19,000 وجبة إفطار خلال الشهر المبارك في محافظة حضرموت وحدها. يحمل العاملون في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الإنسانية والغذائية في شهر رمضان المبارك لتصل إلى الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في اليمن، خصوصاً في محافظة حضرموت. نتقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الأيمن الهلال الأحمر الإماراتي، الذي كانوا دائماً يقدموا كثير من جيرية حجر
مراعين الظروف الاجتماعية التي يعاني منها السكان في مديرية حجر. مساعدة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت وصلت خلال شهر رمضان إلى عدد من المديريات وأريافها مثل مديرية المكلا ومديرية غيلبة وزير ومديرية دوعن وغيرها من المديريات، حيث عبر أهالي تلك المناطق عن شكرهم لدولة الإمارات. أتقدم بالشكر والتقدير للهيئة البرنامج الإغاثي للهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع السلة الغذائية للمشروع الرمضاني في منطقة جزو التي شملت 250 حالة إنسانية. الهلال الأحمر ليس بغريب عليه مثل هذه المجالات، الهلال الأحمر قدم كثير من الأمور هذه وليس بغريب عليه، أتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم. عدد المستفيدين من أطنان المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الشهر الفضيل وصل إلى أكثر من 40,000 يمني، بالإضافة إلى أكثر من 19,000 وجبة إفطار للصائمين. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الدبحاني، اليمن. إلى أخبار أخرى، حيث أصدرت محكمة تونسية فجر اليوم أمرا بحبس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة التحريض على تبديل هيئة الدولة. وذكرت مصادر قضائية في تونس أن الغنوشي أودع السجن بعد عدة ساعات من التحقيقات غداة تصريحات له حذر فيها من أن إقصاء حزبه أو أحزاب اليسار أو أي مكون سياسي آخر هو مشروع حرب أهلية. وقبل إيداع الغنوش السجن أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة، كما أغلقت مقرا لجبهة الخلاص الوطني التي تمثل تجمعا سياسيا لأحزاب معارضة. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة، تتابعون فيها بعد هذا الفاصل. الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر عائم لقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في منطقة سيفيريسك مالي بإقليم دونيتسك. تسامح، تسامح واجب، نحن بشر، كلنا أخوان، كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية، كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا. Enter the garden of dreams. Gucci Bloom Eau de Parfum. And the new eau de parfum intense. مشاهدينا، أهلا بكم معنا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الإمارات تعلن نجاح وساطتها في تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان. مقتل العشرات في صنعاء اليمنية من جراء تدافع للحصول على مساعدات العيد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نستعرض الآن أخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات الصراع عسكريا ودبلوماسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير جسر عائم أقامته القوات الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة سيفيرسك مالي، وتساعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة للسيطرة على الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا والواقعة في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. يشارك أكثر من 3000 خبير من 38 دولة منذ أمس في تالين في أكبر تدريب على الأمن الإلكتروني في العالم، بحسب بيان صادر عن مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع للحلف الأطلسي الذي يتخذ مقره في العاصمة الإستونية. وسيقوم المشاركون في العملية التي تستمر 4 أيام بحماية الأنظمة المعلوماتية من هجمات، وسيتدربون أيضا على اتخاذ قرارات تكتيكية واستراتيجية في أوضاع حرجة. وقال وزير الدفاع الإستوني أن السنة الماضية أثبتت مدى أهمية قوة الدفاع السيبراني في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا. أثار وميض قوي رصد فوق كييف أمس غموضا حول مصدره، إذ نسبته سلطات كييف في بادئ الأمر إلى عودة قمر اصطناعي لوكالة الفضاء الأمريكية إلى غلاف الجو، قبل أن تؤكد ناسا أن القمر الاصطناعي لم يكن داخل الغلاف الجوي بعد حصول الوميض. في من جانبه قال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرجي بوبكو أنه تم رصد بريق مشع لجسم جوي في سماء كييف، وأضاف أن المعلومات الأولية سببها سقوط قمر اصطناعي لناسا. من جانبها أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، وتضم المساعدات الجديدة بشكل أساسي ذخيرة أنظمة أسلحة مثل راجمات صواريخ من طراز هايمارس وقذائف مدفعية، بحسب ما ذكرت كارين جان بيير المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما تعهدت وزارة التنمية الألمانية في برلين بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 111 مليون يورو لأوكرانيا. ومن جانبها ذكرت وكالة ريدزاو الدنماركية للأنباء أن الدنمارك وهولندا ستقدمان أيضا 14 دبابة ليوبارد 2 القتالية على سبيل التبرع لأوكرانيا، وذلك نقلا عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسمسون والقائم بأعمال وزير الدفاع ترولس لوند بولسن. في أخبار أخرى، أكدت أذربيجان وإسرائيل تعميق العلاقات السياسية والأمنية، وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين مع رئيس أذربيجان إلهام عليف في باكو. وعقد الاجتماع السنوي الحكومي التجاري بين البلدين في مقر وزارة الاقتصاد بقيادة وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكيال جبروف وكوهين. في ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجالات متعددة بدءا بالمياه والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وجودة البيئة والنفط أيضا. شهدت مناطق في النصف الشرقي للكرة الأرضية اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، وهو الأول خلال عام 2023 يسمى الكسوف الشمسي الهجين، وكان مرئيا في جزيرة إكسماوث وجزيرة بارو في غرب أستراليا والمناطق الشرقية من تيمور الشرقية وبابوا الغربية في إندونيسيا. وشهدت حلقة من النار في غرب أستراليا بينما كانت الشمس تطل من خلف القمر. ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكونان بالحجم نفسه تقريبا في السماء. بهذا الخبر الفلكي نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة، في أمان الله.